احنا عندنا مناشد رئيس الوزراء. نعم. احنا اصحاب الاخوان، اخوي بمال بادوش. نعم. اخوي بمال بادوش اللي تكتلوا الولد ولا واحد ذكرهم طبعا. السجناء اللي بادوش. سجناء مال بادوش. نعم. لليوم ما حد ذكرهم، ما حد جاء طاريهم. نعم. زين جثثهم موجوده بالموصل يم سجن بادوش ومحوطينها، ما يقبلون ينقلون الجثث حتى، ورحنا سوينا تحاليل مطابقه على مود ينقلون الجثث ويقولنا ولدنا. نعم. شهاده وفاه صار 6 سنوات ما طالعت لهم. اخوي ماكو. زين شنو الحل؟ كتب سوينا من كل الدول. كان محكوم. نعم. وتعرف كتلوهم وقت من طبوا عليهم السجناء مال داعش. زين وكتلوهم. زين هسه انتم لا تعطونا الجثه. رحت للطب العدلي يقولون والله احنا لقينا الجثث يم بادوش ومحوطينهم، بس شنو؟ ما عندنا نثريه نطلع برادات يجيبوننا ينقلوننا اياهم، احنا مسويين تحليل كامل. موجودين ومحوطينها اكو كتابه امام علي. مدفون مدفون. اي مد اي ما اي بالقاع. اي مكان منين؟ نفس المكان المقتولين به. زين هاي كتب كم واحد من الموجودين؟ هو يقول لاقين 500. زين هاي كتب دوخوني دوائر كل ما خليت مكان ما رحت. هاي محكمه سلمان ردنا. هاي شوف ايش كاتبين هنا. حجة ردنا على مود نطلع نقدر نتصرف. مثلا عندنا بيت هو ويانا بيورث، ما تقدر تتصرف. ما نقدر كل شيء نسوي. سوينا هاي جريدة نشرنا بالجريدة. نشرناها بالجريدة. كتب، شوف الكتب ما خلينا دائرة دزون عليها، ما جبنا كتاب من عندها. جوازات القيصر القاصرين ما اعرف شنو. اخر شيء من وصلنا انه يوقع لنا على دقيقه بس. انتم لحد الان ما عرفتوا انه هاي جثته فعلا موجوده ولا موجوده؟ لا هو نفس المكان اللي خابرونا قالوا لنا انكتل به موجودنا. صحيح نفس المكان قالوا لنا انكتل، وحتى على الرقم اللي خابرونا من عنده سوينا دعوه طلعت باسم مره من الموصل وانقفل التليفون. سويتوا فحص دي ان اي؟